خليه الصغار. يما لو ابويا جاب الكتاب تحت معاني العبال شربات مني كنت شايفاه طالع على الهوت تسعه كده. قول انه معاك كيسه بدل اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30305-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. العربية اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 2008. العربية فيها باور، العربية فابريكا دواخل رشة برة للنظافة فقط. العربية فيها رخصة 7 شهور. العربية مرور اسكندرية. العربية الموتور وآلات الجر بحالة ممتازة. العربية الكاوتش بتاعها حالته ممتازة. العربية عليها طقم عدة. العربية بحالة ممتازة مش عايزة مصاريف. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008، سعرها 132,000 جنيه. سعر العربية 132,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-512-17162. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-512-17162. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.